بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما عودناكم طبعا بمنتجاتنا الجميلة الرائعة الغنية عن تعريفها، جبت لكم النهاردة مكنة حلاقة الشعر بالشاحن، تمام؟ ماكينة جيمي. زي ما انتم شايفين الشكل، الكرتونة من الخارج بتكون بالشكل ده. ماكينة جميلة جدا، ماكينة رائعة، ماكينة هتسهل عليك حاجات كتير قوي لو انت بتروح جيش او انت بتسافر لمناطق بعيدة مش بتقدر تروح لصالون حلاقة أو كده، تقدر تحلق لنفسك بيها. ماكينة شكلها شيك، جميلة جدا، رائعة. طبعا تعالوا نشوف المكونات اللي داخل المكنة. بيكون بيجي معاها 4 تمشاط. لو أنت حابب تحدد دقنك، تحلق شعرك بالدرجات أو المستوى اللي أنت عايزه، ماكينة جميلة جدا وسهلة الاستخدام. طبعا بيجي معاها الـ4 تمشاط، ده بيكون كابل للشاحن، تمام. بيجي معاها مزيتة بالشكل ده، بيجي معاها فرشة تنظيف. طبعا الماكينة بتبقى بالشكل الجميل الرائع ده، خفيفة الوزن، تمام. دي هتقدر طبعا تحلق بها شعرك، تقدر تخف بيها دقنك او تحلق منطقة الدقن بالكامل، تكون بالشكل ده. طبعا مع انتشار الامراض والفيروسات بنصح بكل شخص او كل شاب ان هو يستخدم ماكينة حلاقة شخصية للاستخدام الشخصي، حفاظا طبعا على صحته. ماكينة جميلة جدا، ماكينة غنية عن تعريفها، هتقدر برضك زي ما انا قلت لحضراتكم تستخدم بيها او تحلق لنفسك بيها بطريقة سهلة جدا. تعالوا نشوف شكل قوة الموتور بتكون شكلها ايه اثناء التشغيل. طبعا ده بيكون زرار الباور. طبعا ماكينة قوية جدا، موتورها قوي، هتقدر تحلق دقنك بطريقة سهلة وآمنة جدا، تقدر تخف بيها شعرك، وهي ماكينة حلاقة الشعر والدقن الجيمي، تمام. لو انتوا حابين تستفسروا عن اي شيء عن ماكينة الشعر، بتسيبوا لنا تعليق اسفل الفيديو واحنا بنرد على حضراتكم. وسعرها هايل جدا جدا ورائع، توفر منها كميات. طبعا بيوجد شحن لدينا جميع المحافظات داخل وخارج مصر، وما تنسوش طبعا تدعمونا بلايك وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل ما هو جديد وجديد في عالم الجمال. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.